بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله طلابي الأعزاء. سنتكلم اليوم في درس المشتقة الأولى وقواعد الاشتقاق واحد، وهنا سنبدأ بالتنويه في عدة أمور. والأمر الأول الذي سنبدأ به الرموز التي تتعرف من خلالها على المطلوب، وهو عملية الاشتقاق. وفي البداية كان إذا كان عندك صاد تساوي اقتران قاف السين معرفا عند سين تساوي ألف، وهي القيمة المتغير قيمة سين، وسين هو عبارة عن رقم حقيقي ينتمي إلى الأعداد الحقيقية، وكانت نهاية سين تؤول إلى صفر بقاف ألف زائد هاء تعوض عنها في مرة، وقاف في المرة الأولى تعوض في المرة الثانية بألف، وتقوم بعملية طرح بينهما وتقسم على قيمتها التي هي بالأساس تؤول إلى صفر. وهنا كنا نسميها تسمى المشتقة الأولى، وكانت هذه في السابق مسألة عليها 9 إلى 10 درجات، لكن تم إلغاء هذا السؤال. فتعريف المشتقة الأولى للعلم فقط، ننوه ونكرر أن تعريف المشتقة الأولى للعلم فقط، فقد كان في السنوات الماضية هناك سؤال ومن الأسئلة المهمة الذي يتم التركيز عليها كل سنة، ولكن هذا السؤال تم إلغاؤه من القسم الأدبي والشرعي، لكن تبقى في قسم الريادة والأعمال. فالذي يتفرج على هذا الفيديو من طلاب قسم الريادة والأعمال لابد أن يعرفوا تعريف المشتقة الأولى، ولها طريقة معينة في عملية الحل. ونرجع إلى الرموز، فقد يرمز لها بقاف الشرطة عند قيمة المتغير ألف الاقتران، وإذا كان أعطاك رمز الاقتران فمجرد بدل قاف الشرطة تكون عملية الاشتقاق قاف شرطة الألف، أو إذا أعطاك في البداية صاد فترمز بالمشتقة بدال صاد على دال سين، وقد يرمز لها بصاد شرطة عن سين تؤول إلى ألف، وهي قيمة المتغير الذي ستقوم بالتعبير عنه. وهنا يوجد عدة قواعد، والقاعدة الأولى تقول أن عندما يكون الاقتران هو اقتران ثابت، ماذا نعني بالاقتران ثابت؟ هو الاقتران الذي لا يوجد له متغيرات نقوم بالتعويض عنه، ولتكون بالأساس عبارة عن أرقام، ومهما كانت هذه الأرقام قيمتها إذا لم تكن معامل لمتغير فإنها في المحصلة المشتقة، سواء كانت رمز لها بقاف الشرطة سين أو دال صاد على دال سين، فالمحصلة يكون جواب صفر. والقاعدة الثانية، إذا كانت عندك معادلة خطية والاقتران عبارة عن اقتران خطي بمتغير واحد، وهو نقصد متغير سين، فألف سين زائد باء، وهنا هذا عبارة عن اقتران خطي، والاقتران الخطي ليس باقتران تربيعي، فهي سين عبارة عن متغير واحد وهو سين، ويكون مرفوع الأس واحد، فهنا فقط دال الصاد دال سين تكون الجواب معامل سين، معامل المتغير الموجود عندنا، لأن باء وهي رقم، فكما أخذنا في القاعدة الأولى تساوي صفر، بينما سين اشتقاقها يكون واحد، فيبقى فقط معامل سين. فلو أعطاك ونضرب مثال، ففي المثال قاف السين وهو اقتران ثابت، فالاقتران ثابت في جواب قاف الشرطة سين يساوي صفر، لكن صاد تساوي 5 سين وهو عبارة عن اقتران خطي، وهنا يكون الجواب فقط معامل سين، فصاد تساوي 5 سين اقتران خطي، نجد أن دال صاد على دال سين وهو الرمز الذي استخدمناه لعملية الاشتقاق يساوي 5، فقال الجواب فقط معامل سين. القاعدة الثانية التي سنتكلم عنها وهي قاعدة قاف الثلاثة. قاعدة الثلاثة، إذا كانت قاف السين، وهنا نقصد بسين اقتران سين متغير مرفوع إلى أسس، هذه الأسس أكبر من
واحد، فإن قاف الشرطة سين نقوم باستنساخ الأس ونقوم بإنزال، يصبح معامل المتغير هو نفس الأس، والنسخة الأخرى من الأس نقوم بإنقاصها من واحد. فعندما يكون عندنا اقتران نقوم بإنزال الأس ونضربه في معامل سين، والنسخة الأخرى من الأس نقوم بطرحها من سالب واحد. وهنا مثال، إذا كان عندها قاف سين سين تساوي 5، فنقوم بإنزال 5 ونقوم بضربها، طبعا معامل سين هنا واحد، فنقول 5 ضرب 1 فهي 5 سين، والنسخة الأخرى التي تبقى فوق الأس نقوم بإنقاصها من واحد فهي 5 ناقص 1، فيصبح الجواب 5 سين ناقص 4. عند إعطاك النقطة سالب 1 إلى سالب 32، فنقصد فقط نأخذ الرقم الأول وهو عبارة عن قيمة سين، فهي عبارة عن إحداث ديكارتي سين وصاد، فنأخذ فقط الإحداث سين، فهنا سين تكون سالب 2، فنعوض عن سالب 2 بدل سين، فتكون 5 سالب 2 أس 4. نذكر أن هنا في الآلات الحاسبة الحديثة في بعض الأحيان يلزم أن تضع القوس من أجل عملية ضرب الأس وقصة السالب. فسالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2 تصبح 16، فتكون 5 ضرب 16 8. وهنا في قصة الجذر، إذا أعطاك جذر فنقول أن هذا الجذر قاف السين تساوي جذر السين تربيع، نقوم بإرجاع هذا الاقتران ونتخلص من قيمة من الجذر بأن نحوله إلى قيمة أس، والأس هنا يصبح على هيئة كسر، فالرقم الذي يوجد تحت الجذر يكون في البسط، وقيمة الجذر تكون في المقام. ففي تحت الجذر 2 يكون يصبح في البسط، وقيمة الجذر 3 لأنه جذر تكعيبي يكون في المقام. وهنا نقوم بنفس العملية بإنزال، في عملية الاشتقاق قاف شرطة سين ننزل إلى معامل سين ونقوم بضرب 2 على 3 ضرب 1 فوق 2 على 3، و 2 ناقص على 3 ناقص 1 تستطيع أن تعملها بالآلة الحاسبة وتساوي سالب ثلث. فسالب ثلث في المحصلة من أجل أن أتخلص من السالب في سين أس ثلث نقوم بإنزاله في المقام، فتصبح واحد على سين أس ثلث. فسين أس ثلث لو أردنا أن نرجعها إلى أصلها فتصبح جذر السين على 3. وهنا نذكر إذا كان يوجد رقم مضروب في الاقتران يبقى الرقم كما هو ونقوم بالاشتقاق الاقتران. فعلى سبيل المثال إذا كانت هاء تساوي 5 قاف السين، هنا اقتران قاف 5 سين والخمسة، الخمسة تبقى كما هي، وقاف السين عندما نشتقها قاف شرطة سين، وهو قد أعطاني إياها إنه قاف الشرطة 6 تساوي سالب 1، وهنا يريد قيمة الهاء شرطة سين، فقاف الشرطة 6 تساوي سالب 1، فخمسة ضرب سالب 1 تساوي سالب 5. وهو عبارة عن درس في منتهى السهولة، وسنبدأ في حل المسائل. في التمرين المسائل في السؤال الأول، أجد مشتقة كل من الاقترانات الآتية عند قيمة سين المبينة إزاء كل منهما. ولو رأينا في الفرع ألف والفرع يا هي عبارة عن اقتران ثابت، فسالب 2 على جذر 5 و 3 من ألف أس 5 هي عبارة عن اقتران ثابت مهما كانت الاختلافات. يريد أن يغريك بعملية جذر من أجل أن تنسى أنه اقتران ثابت أو من أجل أن يرفعه لأس، لكن في المحصلة لا يوجد متغير فهو اقتران ثابت، وفي المحصلة الجواب يساوي 0. فلو كان قاف شرطة سين سالب 2 جذر 5 اقترانا ثابتا لا يوجد متغير
فقاف الشرطة س تساوي صفر. ولو قمنا بتغيير بدل معامل س الس ب100 لا يوجد س، لا يوجد معامل من أجل عملية التعويض عنه، فبالتالي الجواب النهائي يبقى صفر. وبالمثل لو رأينا فرع واو الفرع الأخير فلأن الطيران ثابت يكون برضو الجواب صفر. ونرجع للفرع الثاني وفرع ب، ولو رأينا في فرع ب هو عبارة عن اقتران خطي، ففرع ب وفرع ج هو عبارة عن اقترانين خطيين، بمعنى عند عملية الاشتقاق يكون فقط الجواب معامل س، فص تساوي 3 يكون الاشتقاق د ص د س يساوي 3، وكاف س برضو لأنه معامل س يساوي 1 تكون ساوت، فبالتالي لا يبقى قيم س للتعويض عنها، ويكون الحل عندنا كالتالي. فلو قلنا أن ص تساوي 3 س د ص د س يساوي 3، فلأن عملية الاشتقاق قلنا في الاقتران الخطي فقط المعامل، ويتم التخلص من س لأن س بالأساس هي 1 - 1 وعن يساوي صفر، وأي شيء يرفع للأس صفر يكون يساوي 1، ففقط يتبقى من عملية الاشتقاق س. وبالتالي عندما س تساوي 12 لا يوجد س للتعوض عنها، يبقى كما هو د ص د س تساوي 3. وبالمثل في الفرع ج، في الفرع ج كاف س تساوي س هو عبارة عن اقتران خطي، فيبقى معامل س وهو معامل س هنا 1، فبالتالي عند التعويض عن -7 لا يوجد قيم س أو قيم متغيرة للتعويض عنها، فيتبقى الجواب كما هو 1. وننطلق إلى الفرع دال، ففرع دال هي عبارة عن جذر. قلنا لا نستطيع الاشتقاق من الجذر إلا أن نحول صورة الجذر إلى صورة س على هيئة أس بهيئة الكسر، ويكون عندنا كالتالي. لو كان قاف الصاد قاف السين تساوي جذر السين، طبعا الجذر التكعيبي للسين أس 5، الرقم الموجود تحت الجذر نرفعه في البسط، بينما قيمة الجذر تكون في المقام، فقاف السين هي عبارة عن سين أس 5/3. وأي أن في الحل عند عملية الاشتقاق قاف الشرطة س نقوم بإنزال نسخة من الأس ونضربه في معامل س 5/3، ونفس النسخة نقوم بإنقاصها من 1 5/3 س ناقص 1، وهنا يعني 5/س. طبعا الواحد الصحيح هو عبارة من أجل عملية توحيد المقامات عبارة عن 3/3، ف3/3 نوحد المقام فتكون 5 - 3 يصبح 2/3، فخمس أتلات ناقص 1 وهو عبارة عن 3 أتلات يكون يتبقى عندنا 3/3. إذا أردت أن تقوم بإرجاحها للوضع الجذر تستطيع، وتصبح 5/3 الجذر التكعيبي لسين تربيع، وممكن أن نعوض عنها بالآلة الحاسبة بشكل مباشر قاف الشرطة 1 5/3، ونقوم بتغيير بدل سين 1 على 2/3 بالآلة الحاسبة، ويتوقف تبقى الجواب. طبعا خصوصا أن 1 مهما كانت الأس المرفوع له يبقى الجواب كما هو، فيتبقى الجواب 5/3. وسنتطرق إلى الفرع ها، وقاف السين تساوي سين 3، وهي عبارة عن اقتران سين مرفوع للأس 3، فنقوم ب وفيها قاف السين سين أس 3 عند سين تساوي -1، ونقوم بحلها بشكل مبسط عبارة عن 3 تضرب في معامل سين فتصبح 3 سين تربيع، فعندما نعوض عن -1 3 ضرب -1 تربيع، -1 تربيع
يروح يتغير السالب، لأن سالب واحد ضرب سالب يبقى واحد، فثلاثة ضرب سالب ضرب واحد تكون ثلاثة، فالجواب في ثلاثة. نبدأ في فرع واو كاف، الهاء تساوي 64 على 5 سين أس سالب، وهنا السين أس سالب عندها عملية الطرح، نضرب في سالب 4 ويكون الجواب كالتالي. في هذه الأسئلة عندما يكون الجواب بالسالب كالتالي، تكون كاف لام الواحد سين 64 على 5. قد قمنا بضرب سالب 5 وإنزالها وضربها في المعامل، فنقوم باختصار 5 في سالب 5 يتبقى سالب 1 فتصبح سالب 64، وسالب 5 في الأس ناقص 5، فقد خسرت سالب 5 ثم خسرت 1 فأنت خسرت سالب 6. الأس عندما يكون بالسالب نستطيع إنزال قيمة المتغير الذي أسه سالب في المقام لنتخلص من السين أس 6، فبالتالي يكون عندنا الجواب سالب 64 على سين أس 6، ونقوم بعملية التعويض عن سين. وهنا نبدأ في السؤال الثاني، إذا كانت صاد تساوي 6 قاف السين، وهو عبارة عن سؤال يشبه أحد القواعد الذي اقترناه، وهو عبارة عن رقم مضروب في الاقتران، وهو نقوم بالتعويض في البداية عن قاف الشرطة 5 فتصبح قاف عن كل سين تساوي 5، ونشتق قاف الشرطة الخمسة ونقوم بالتعويض عنها ب7، ويكون الحل عندنا كالتالي: د الصالة د السين 6 قاف الشرطة 5 قاف الشرطة سين سين، طبعا معلومة لدينا أن سين تساوي 5، ف 6 قاف الشرطة 5. قاف الشرطة 5 قد أعطاك إياها وهي قيمتها 7، فيكون 6 ضرب 7 تساوي 2 و4. وهنا نتطرق إلى السؤال الأخير، إذا كانت قاف السين تساوي ألف سين أس 3 وكانت قاف الشرطة 2 تساوي 60، فما قيمة الثابت ألف؟ فما قيمة الثابت ألف؟ فإذا كان قاف الشرطة سين يكون عندنا الحل، فقاف السين تساوي ألف سين تكعيب عند عملية الاشتقاق قاف الشرطة سين 3 نضربها في معامل سين وهو ألف، 3000 سين، وثلاثة ناقص واحد في الأس تصبح 2، نقوم بالتغيير أو تقييم السين إلى 2، فتكون قاف الشرطة 2 تساوي 3000 في 2 تربيع، 2 تربيع 2 في 2 4، وقاف الشرطة سين معلومة لدينا من معطيات السؤال تساوي 60، 3 ضرب 4 تساوي 12000، فقمنا بتقسيم الطرفين على 12، ف 12 ألف على 12 تصبح ألف، و 60 على 12 تصبح 5، ويكون الجواب عبارة عن 5، قيمة ألف 5. وهنا ننهي هذا الدرس، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وأن تكتبوا لنا في التعليقات ما المواضيع التي تحتاجون أن تعرفوها، ويرجى منكم أن تقوموا بعمل متابعة للقناة والتشير والإعجاب بها لنتمكن من إيصال كل جديد لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.